أجي ويمكن أصداء أكيد مميزة جدا في الإعلام التونسي وتونس من خلال طبعا التعادل الإيجابي 2-2 للترجي، وأكيد في استعدادات أخرى لفريق الترجي للمباراة القادمة. بالطبع هي كانت نتيجة 2-2، يعني كانت نتيجة جيدة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، نجاح كبير من قبل اللاعبين والمسؤولين وجماهير الترجي. نتيجة 2-2 بتعرف الذهاب، يعني على الأقل الفريق لما بيسجل خارج ميدان وهدف أو اثنين يعتبر شيء جيد، لكن تبقى مباراة الإياب يعني حاسمة أكيد، لأنه الترجي فريق قوي، الأهلي أيضا فريق قوي، يعني نتيجة الإياب يعني خلاص انتهى الأمر بالنسبة للترجي محسومة نهائيا، أو الأهلي طلع نهائيا بسبب الاستباق. لا، نتيجة الإياب مباراة الإياب بتكون حماسية، تكون يعني هي الفاصلة بالطبع، ولكن مع أفضلية في الحقيقة للريال على طول نتيجة الذهاب على ما أعتقد. طيب يعني سؤالي، استعدادات الترجي بقى للمباراة القادمة ابتدت ازاي؟ لا، بسأل على الاستعدادات الخاصة لفريق الترجي للمباراة، مباراة الإياب اللي هتكون إن شاء الله في رادس يوم السبت، ابتدى كابتن فوزي البنزرتي الاستعداد لها إزاي؟ بالضبط الترجي الرياضي، يعني مثل ما قال المدرب فوزي البنزرتي على طول بعد نهاية مباراة الذهاب، الترجي عادي لتونس و تقريبا فيش استعدادات خاصة جدا جدا بالمباراة، الترجي دايما بيحضر بيجهز نفسه للمباراة سواء في دوري ابطال افريقيا او البطولة التونسية المحلية، استعدادات على ما اعتقد عادية، ولكن في تركيز يعني تركيز اكثر شوية. طيب استاذ علي، انا بشكره طبعا علي عثمان الناقد الرياضي ايضا ورئيس موقع فوتوسكوب التونسي، اكيد هم بيستعدوا، يعني بيستعدوا لفريقنا.